ننتقل بكم الآن إلى ماليزيا التي تحتضن الدورة 13 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بحضور حوالي 2500 من جميع أنحاء العالم. ويشارك في أشغال هذا المنتدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أكد في افتتاح هذه التظاهرة العالمية على أن المغرب عمل على الدوام مع شركائه من أجل القضايا المصيرية للأمة الإسلامية. من ماليزيا هذه مراسلة لمبعوثي الأولى محمد رضا العبيدي وحمزة السيح. العالم يتطور ومعه تبرز تحديات جديدة ومتغيرات تلقي بظلالها على حياة الشعوب والأمم، واقع يتدارسه أكثر من 2500 من الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين والخبراء الإقليميين ورؤساء الحكومات في هذا المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، ضمنهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وفي أشغاله تحضر التجربة المغربية بدءا من الاقتصاد الأخضر ووصولا إلى الاقتصاد الرقمي. المغرب الحمد لله عنده نظرات كبيرة مع الاستراتيجيات اللي تلقاها جلالة الملك، بالخصوص فيما يخص الاقتصاد الأخضر، استراتيجيات التنمية المستدامة اللي تصدق عليها أخيرا في المجلس الوزاري، وأيضا استراتيجية المغرب الرقمي 2030 اللي حتى هي من بين الاستراتيجيات الطموحة. فإذا احنا حضرنا وعندنا استراتيجيات ديالنا ونستفدوا مما يقع عبر العالم. محاور عديدة يطرحها للنقاش هذا المنتدى الذي يراهن منذ إنشائه عام 2005 على التعاون والشراكة بين مختلف الأسواق لتسريع عملية التنمية، وشعار هذه الدورة التغيرات الكبرى، الآثار والتحديات. العالم يحتاج اليوم بالدرجة الأولى إلى الرقمنة، وهو أمر تحقق جزء كبير منه حتى الآن، لكن علينا تقوية أنفسنا بالمزيد من المعرفة في هذا المجال. الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى وقفت عند دور الاقتصاد الإسلامي عبر العالم، وحجم الاستثمارات يثبت ذلك. 3 تريليون دولار رقم ينتظر بلوغه عام 2021، ومن ثم أهمية هذا الموعد السنوي لبحث تطور سوق التمويلات الإسلامية والمشاريع الاستثمارية وما بات يعرف بسوق الحلال. حلال ليس فقط على مستوى التمويلات، بل على مستوى كل مجالات الحياة، وهي السوق ترتفع سنة بعد سنة في هذه المنطقة، ونحن في غفلة عما يجري في هذه المنطقة. لابد إذن من أن نخوض كذلك معركة لدخول هذه السوق في هذا المجال. المغرب أولى بأن يكون رائدا في هذا المجال. بعد العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الموعد يتجدد هنا في كوتشينغ بماليزيا في دورة هي 13 من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي. والتحدي تشكيل بيئة تجارية عالمية مستدامة تتكيف مع التغيرات وتراهن على الابتكار والتكنولوجيا. محمد رضا العبيدي، حمزة السايح، للأولى، كوتشينغ، ماليزيا.